زي كفن تبع الموجة. سلام تي وينك يا تونس؟ تي شنية الحالة تو؟ تو هذا انقلاب يحكيو بيه العباد؟ إخي حتى الانقلابات ناوية تشلكها؟ لا يزي نهارتها العالم مفجوع عليك وانت هابطة تشطح بزوز محارم في طنبك الانقلاب وزيد لا اغتيالات لا اعتقالات لا والو. أقوى اعتداء صار ممثل كلا كف في مسلسل بون، فما النواب توقفوا خاطر عندهم قضايا وأحكام قديمة، أما شطرهم سايبوهم عملوا لهم كف تفتيش نحاوهم من الرشيرش وباش يتحاكموا في حالة صراح. في حالة صراحة تونس شني الميوعة هذه؟ تو ما تحشمش كي تقف وستنددك وتقول عملت انقلاب. تي هو إردوغان حبيب سيدهم الشيخ حاولوا يعملوا عليه انقلاب مش عملوا هو في 2016، طرد شطر الجنرالات و 4000 قاضي و 150 ألف موظف وصار أكثر من 500 ألف إيقاف. وانتي تونس داخلة تشلك وتمضغ في اللوبين وتعملي في حالة صراح؟ لا بصراحة مساتت الانقلابات، فقدت الرونق متاحة. أسمع، والجماعة قالوا لك راو الإخشيدي منسق مع السيسي وفما ضباط مصريين شاركوا في العملية. تو انتي في بالك كان شارك فيها السيسي بشتوفها هكا؟ والله على الكلمتين ذو راهم شالوا موزايك الكل، حتى الشيف والدي جيات ما يمنعوش. تي سيسي باز راهم فلق التوا، رانا قاعدين نشوهولو في سمعة القطاع. ماذا بيه يهز التليفون يكلم قيس سعيد يقوله كلمتين: أنا زعلان منك بصراحة، بزمتك ده انقلاب؟ انقلاب إيه؟ انقلاب إيه اللي انت جاي تقول عليه؟ يسيب عليك يا تونس، راكي داخل لسوق الانقلابات بلاش اعتقالات، خطيك الشيء. انتي معتدلة مسالمة وسطية، ما تخليش الخلط تتخمج لك مخك. ليه وفما جماعة ماشي في بالهم الامارات خدمتها الحكاية، الامارات الكل. ليه عندي صاحبي قال لهم كان جيت خدمتها الامارات رانا توا الكل عندنا ابليكاسيون في التليفون تبعث بها لوكاليزاسيون بتاع جارك النهضاوي للحرس. This is امارات. فبحيث الهدايا يهديكم، بالعكس اللي صاير توا يأكد اللي زدمة قيس سعيد منتوج تونسي صرف مطبوع فيه علامة الجودة المميزة متاعنا. الريزوت طايح وأرجع غدوة والدوسي اللي ناقص ورقة وأنا غم وطني للطيفة العرفاوي.